كما عبثوا في القوانين أصبح الدستور اللبناني من وجهة نظر طيب. رئيس الجمهورية وجهة نظر عبث دستوري، لكن ماذا عن مسألة العبث بالدولة بمقومات الدولة اللبنانية؟ كيف يراقب حزب الله اللبناني هذا الفراغ الآن والصراع والفراغ السياسي والصراع بين ميقاتي والأزمة بين ميقاتي وعون؟ هل يستغل حزب الله الآن الفراغ السياسي للتفرد بالسلطة في لبنان؟ سيدي لا شك أن الكاسب الوحيد اليوم من هذه المراوحة هو حزب الله. حزب الله اليوم بسبب تشعبات علاقاته الإقليمية وتحديدا مع إيران وارتباطه وتورطه في دول الإقليم، نرى اليوم نحن مرحلة نشاهد المشهد الجيوسياسي في المنطقة. نعم. تجاذبات سأتي لمعك موضوع المنطقة بلا شك، هذا أيضا في نهاية الحوار دكتور نزيه، لكن إذا سمحت بمسألة التفرد لحزب الله داخل الدولة داخل لبنان سريعا. داخل أولا، أي رئيس جمهورية لن يكون من صنع لبنان، هو صناعة توافق دولية إقليمية عربية، وبالتالي كل ما سعى حزب الله إلى من تمكنه من جمع أوراق يسمح له بأن نعم. يكون مؤثرا في اختيار الرئيس العتيد كلما كانت لمصلحته، أي أن حزب الله اليوم يعيش على ويضع مشاريع على أنقاض الدولة اللبنانية، لأنه لو فعلا هو حريص وشريك وحريص على بنية الدولة ما تبقى منها وعلى القيام بالإصلاحات الضرورية لكان فرض ضغوطا ملزمة طيب. على رئيس الجمهورية. ونعلم هنا أن حزب الله هو الذي ساهم بثلث النواب الذين شكلوا كتلة رئيس عون. نعم. وجبران باسيل نتيجة الصوت الشيعي التفضيلي في مناطق عديدة، فبالتالي لا أحد يمكن أن يقول أنه لا طيب. يستطيع أن يؤثر، هو يلعب يمسك العصا بالنصف بانتظار نضج الأمور الإقليمية.